اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. المطبخ معانا النهارده بساطه سهوله مرونه، خارجين من المحمر والمشمر. الطبيعي ان احنا بنعمل اكلات نحط في الاعتبار في اطفال وفي كبار السن، فانا معايا الفراخ الصدور النهارده هعملها حاجه معروفه ومشهوره ببعض المطاعم والماركات اسمها الناجتس. ناجتس دي يعني بتلاقي حته الفرخه كده زي المربع الواحد يبلعها كده 2 3 4 ورا بعض مع مايونيز مع كاتشب، ويقول لك لسه ما فطرتش يا بابي. معانا سلطه مكرونه النهارده بالزيتون، هنشوف نعملها مع بعض الزيتان. انا بعشق الزيتون الاخضر في اطباق السلطه، بيبقى لطيف وجميل وملحه قليل. معايا كمان حاجه لطيفه النهارده، نوع من انواع البطاطس مشهور في المطبخ الطلياني اسمها بطاطا ان، يعني هي بطاطا في الفرن بس على طريقه ايطاليه، بتاخد حليب وكريمه زي ما هي كده وتخش الفرن. لها تكنيك كده هخليكي تعمليها تبقى سهله وبسيطه وفي نفس الوقت تقوم بدور الباستا ودور الرز في قلب السفره بتاعتي. تفاصيل في الحلقه النهارده بسيطه وسهله، انا عايز حضراتكم نتابع الحلقه لان الحلقه فيها افكار بسيطه والميزه ان هي باقل تكلفه ممكنه تقدري تخترق المطابخ اللي في الدنيا دي كلها وتعملي حاجه لطيفه وجميله. استاذن حضراتكم ناخد بعضنا فاصل صغير او هتروحوا بقيه تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد بأقل تكلفة ممكنة. دي الشطارة في المطبخ، مش الشطارة ان انا اخد بعضي واروح على اي سوبر ماركت كبير صغير ما تفرقش واحمل العربية حاجات قد كده وفي الاخر اروح على البيت مش عارف اعمل ايه لاولادي. لا، انا خليتك النهاردة تجيبي صدور فراخ حسب عدد افراد الاسرة. احنا معانا صدرين فراخ ومعانا توست منقوح في حليب، ممكن بدل التوست ده العيش الصامولي اللي هو بتاع سندوتشات الكبد، عارفاه؟ هو ده، يا ده يا ده، بس انا معايا توست، ممكن بديل له العيش الصامولي عشان برضه ما توقفيش قدام التوست مش موجود يا حبيب قلبي، حلو الكلام؟ ومعانا مستردة ومعانا بصل ومعانا توم ومعانا زعتر ومعانا شوية بقصبات حلوين ومعانا رقائق الذرة الهشة. هي دي المكونات بتاعت الناجتس اللي بتروح تشتريها من اي سوبر ماركت من اللي موجود، بتشتري 8 قطع بمبلغ وقدره، ال 10 قطع بمبلغ وقدره، وتاريخ الصلاحيه مش عارفينه منتهي ولا لا، فانا بنصحك تعملي الحاجه دي في البيت. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. معايا صدور فراخ اهي زي الفل. حلو قوي. ده على فكره احنا لما نعملها دلوقتي هتكفي عدد كبير من الاطفال، من الاولاد، من كبار السن. ميزه النوع الفراخ ده ان هو الصغير والكبير ممكن ايه ياكله. هناخد صدر الفرخه ده كده نقطعه بشكل عشوائي، مكعبات، مربعات، زي ما انت عايز. نعم يا حبيب قلبي، والله مخرج شاطر قال لي ممكن نستخدم بدل صدور الفراخ ديت صدور مستويه. لا ما تمشيش خالص، سؤال وجيه حلو يعني. قال لي ممكن نستخدم بعد يعني في كنترول، بيقولوا لي ممكن نستخدم بدل صدور الفراخ ديت صدور فراخ مستويه. مرفوضه، لازم تكون في صدور فراخ مش مستويه، نيه يعني. صدور الفراخ المستويه نستخدمها في اطباق السلطه، نعمل بقى شاورما، نعمل بقى حاجات تانية، انما في الطبق ده بالذات لازم تكون الفراخ ايه؟ نيه. حلو. هناخد كده الصدور اهيت في قلب الخلاط، بننزل عليها بالتوست اللي حطيناه في حليب وشرب الحليب. حلو قوي. تمام، وننزل بشويه الحليب اللي باقيين دول برضه، مش هنقول لا. حلو الكلام. بننزل عليه بقى مش حاجتين، مستردة، بصل، زعتر، بيكنج باودر شويه. بيكنج باودر يا شيف، اصبري للاخر يا ست الكل. اللهم صل على النبي. الملح والفلفل دول اساسي، ده ملح، فلفل اسود. أنا مش بحب الفلفل الأبيض في بعض الأكلات. ننزل بالبصلاية الناعمة دي. ننزل بالزعتر اللطيف ده. مستردة. لازم بفيها طعم المستردة ظاهر. البيكنج باودر بتاعنا هنا شوية. ليه البيكنج باودر بقى يا شيف؟ هو أنت بتعمل كيكة؟ لا. هل بتعمل بان كيك؟ لا. ليه حطيت بيكنج باودر؟ انا هجاوب على السؤال ده للامانه بعد ما نخلط كل المقادير دي مع بعض عشان نعرف ليه حطينا البيكنج باودر. بنحط شويه بقسماط هنا،
ونخلط كل المقادير دي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. خلص الكلام، نبص عليها كده، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ انا شخصيا بحب الاكله دي قوي على فكره. تبقى كريسب كده لطيفه وجميله. الواحد ياكل منها 10 20 30 ما بقدرش احوش نفسي عنها، بس لازم يكون جنبينا شويه كاتشب او مايونيز زي ما احنا حابين يعني. ادي الخلطه كلها اهي. هنفردها زي ما بنفرد اي عجينه. عجينه البيتزا، عجينه الفوكاشيا، عجينة الفطير، أي عجينة بتعجنيها أنا هنفردها زيها بس بطريقة معينة كده. نجيب ورقة زبدة عشان ما تلزقش ونقطعها بأشكال بقى هندسية. في القطاعات بتاعة البتيفور، قطاعات على شكل قلب، قطاعة على شكل نجمة. الأولاد بيحبوا الحاجات دي على فكرة، وموجودة في السوبر ماركت، ماركات مختلفة يعني بتعمل الحاجات ديت في علبة كده مغلفة شكلها شيك قوي. تفتحها بقى تلاقيها كانت فكة وتلاقيها دايبة تاريخ صلاحيتها. طب وليه؟ الشيف المغازي عملها لنا النهاردة اهيت لأولادنا. ولو احنا شفنا التكلفة المالية للحاجات اللي انا عملتها دي ثلاثة تعريفة، طب هيطلع منا عنا كام واحدة؟ يعني ممكن نعمل 50 قطعة من الحتة دي كلها. تعالى انت بقى اشتري 50 قطعة، شوف هتشتريهم بكام. للأمانة الكلام ده أنا بقوله كلام من الواقع يعني. حلوة، كنت حريص في إن أنا آخد كل حاجة موجودة. تمام زي الفل. كل المقادير معايا اهي، بخليها كده مش هقلبها ولا حاجة، هي مش محتاجة أي حاجة. معايا ورقة زبدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أخلي الورقة كده زي ما هي. وعندنا الزيت ليه بتحطي زيت يا شيف؟ مخرجنا بيسأل تدفع كام واجاوبك؟ اي علشان لما انا اقطعها دلوقتي بالشكل اللي انا عايزه ما تلزقش في ورقه الزبده وتعكسني بقى وتضايق منها. ده زيت كده اه، واخد الكميه اللي عندي دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في تكنيك لازم تشتغل بيه في المطبخ عشان تحس انك انت مسيطره. يعني ايه مسيطره؟ يعني مفيش مشكله بتواجهك. حلو قوي. ايديا في الميه كده، واخد العجينه دي كده، تاني ايديا في الميه كده، واخد العجينه دي كده، تاني ايديا في الميه كده، واخد العجينه كده. حلو. واعمل رولز كده بايديا. بايديا كده وانا شغال. تاني اهو. شيل دي من هنا عشان بتعكسنا. اللهم صل على النبي. وايديا برضو في الميه كده اهو. لو انت ما حطيتيش ايدك في الميه مستحيل تعرفي تشتغل زي ما انا شغال كده. واعمل شكل كده لطيف. اديني شكل متوازي. توازي الاضلاع بقى المستطيل عشان انا هقطعها كلها مربعات. سمكتها قد ايه يا عم الشيف؟ 5 مللي.
مش سنتي، 5 مللي يعني نص السنتي. وحاولي تكون كلها ايه مقاس واحد، ما تكونش حته عاليه وحته ايه رفيعه. هاخدها بقى اقطعها بالسكينه كده اشكال حلوه. فانا بالامانه يعني هقطعها مربعات، ده اسلم حل. تمام زي ما هي كده، مش عايز الميه خلاص، اشيلها كده على جنب. حلو الكلام. واجيب السكينه الجميله اللي عندنا، بسم الله الرحمن الرحيم، ونقطع كده. اشيل دي من هنا كمان، دي النجتس. للامانه عشان نبقوا صادقين مع بعض يعني، زي ما هي كده الصح ان هي تروح الديب فريزر تتجمد شويه، تتجمد شويه يعني ساعه زمن، نص ساعه زمن تتحط في الديب فريزر زي ما هي كده تتجمد شويه، تقومي لما تقطعيها تسلك معاكي على طول. بس احنا بنعمل المستحيل واحنا مع بعض على الهوا، لان الوقت بيحكمنا وكمان الصوره بتحكمنا. حلو الكلام. انا بتكلم على حاجات لازم تحصل معانا، انا شغال اهو. دي خلاص مش عايزها كده، اشتغلها بعدين. كده 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 اهو، لطيفة. حلو نفس القصة، نفس القصة. ده هيعملوا لنا أكتر من 50. حلو أوي، تسلم إيدك يا شيف. دي خليها زي ما هي كده، عشان حد بيقول لي دلوقتي دي هنرميها يعني؟ لا خالص يا غالي يا طيب، مفيش حاجة مع الشيف المغازي بتترمي. دول اتنين معايا أمك زي الفل. تمام زي الفل. تمام معانا بقسماط. في طريقتين بقى، طالما انت بتعمليها في البيت اوفر عليك المشوار. في طريقتين، يا اما تستخدميها في البقسماط ده يا اما في البقسماط ده. انت عايزاها من انهي لون؟ شفت الشطاره لما بتعملي حاجه في البيت بيبقى ليك حريه الاختيار والابداع. ابداعي بقى، عايزه تاخدي الناجتس بطعم البقسماط اهلا وسهلا. البقسماط اللي هو رقائق، سوري، البقسماط اللي هو التوست او بواقي الخبز الفينو، بتحمصيها وتطحنيها. اما رقائق الذره الهش ده الكورن فليكس اللي موجود في اي سوبر ماركت، عشان نعرف الفرق بين الاثنين. بتلاقيها ببعض المنتجات باللون ده وبعض المنتجات باللون ده. ايه اللي يفرق ده من ده يا عم الشيف؟ اللي يفرق ان الطعم والقرمشه نفسها. احنا هنعمل شويه من ده وشويه من ده، وعندنا الزيت سخن وجاهز وزي الفل. حلو الكلام. علمتك تعملي الناجتس ازاي بطريقه مختلفه النهارده وبفليفر مختلف اهو. ده ياخد طعم البابريكا، وده برضو طعم البابريكا، شوية كركم حلوين، شوية كمون، وعندك طعمين حلوين زي الفل. الأولاد طبعا بالتأكيد هيبوسوا إيدك، ماما تسلم إيدك يا ماميتو، ماميتو زي الفل. نقلب دول كده مع بعض، وسيبني بقى مخرجنا إيه السلة، ما ورناش حاجة أهو. أعمل شوية من ده وشوية من ده. حلو أوي. خطوة خطوة معاكي علشان تعملي الناجتس بطريقه سهله وبسيطه. نبدا نرفع مع بعض كده، اللهم صل على النبي. حاضر، سيبوني انا اشتغل في الناجتس كده وتطلعوا فاصل زي ما انتوا حابين. كده اهو، تاني اهو، تالت اهو. نقلبها ازاي؟ اهي اهي اهي، خلاص حلو زي الفل. تاني مع بعض نعمل شويه كده اهو. ايه رايك؟ بص سيبوني انا بقى اشتغل في القصه دي، لان القصه دي على فكره هي ممله شويه، بس انا بحبها علشان سهله المضغ، سهله الهضم، الكبار بيحبوها والصغار بيحبوها. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. ده الشيف المغازي عمل 30 40 قطعه بجد، ووفر لنا حاجات لطيفه ممكن نشتريها بفلوس كتيره. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ابتكار قدرت بقلي تكلفة ما شاء الله. ايه الكمية الكبيرة دي؟ مصنع من الناجتس اتعمل. انا عديته بصراحة طلعوا 75 قطعة. بسم الله ما شاء الله ربنا مبارك. تعالي اسميهم على 8. العبوة عاملة تقريبا في الماركت عاملة 60 جنيه. يعني الواحدة ب10 جنيه. احسب ال 75 قطعة من كام؟ احسب يا شفيق بقى ده عايزة وقت دي. 75 قطعة. شوف بقى عاملين كام؟ بجد 750 جنيه. ما القطعة ب10 ب750. سعر الجملة تبقى عاملة 700 جنيه. صدر فرخه ده مكسب قد كده. نفتح مصنع ناجتس بكره، ايه رايك يا شفيق؟ بجد والله العظيم. بقسماط ومفيش بيض، خلي بالك مش داخلها بيض خالص عشان ما نقولش بقى ايه التكلفه عاليه خالص. المقادير تاني استاذ رحاب بعد اذنك، المقادير على الشاشه مع الصوره الحلوه دي كده. صدر فرخه بقسماط، ايه الحلاوه دي بقى؟ هي الصوره بعد حاجه لطيفه وجميله. بس اهم حاجه عندك يا اختي يكون عندنا زيت شديد الحراره. زيت شديد الحراره يعني ايه يا مغازي؟ يعني الحاجه دي عايزه ما ينفعش زيت بارد. لو حطيتها في زيت بارد هتفك منك ويبقى شكلنا وحش، وكل اللي عملناه ده وكل التعب ده طلع في الاخر بدون نتيجه. ده مطلوب. هناخد بعضينا كده ونروح على الايه، على الزيت. في الاخر عايزين حاجه مقرمشه يا ابو غازي، سيبك من الكلام ده كله. اهو يا فندم عينيا ادي هنا، خليها هنا كده زي الفل. والزيت اخباره ايه؟ اللهم صل على النبي. تمام نفس القصه. فين الحلاوه؟ اهو الاول نرفع دي كده. طريقه التحمير بقى لازم تتم بالشكل ده كده. يعني انت لو بتحمري في البيت بتبقى انت عندك طاسه بتحطيها وبتبقى الزيت سخن، تحط واحده ورا الثانيه على ايدك، ما تروح تاخد الثانيه بتكون الاولى اتحرقت. طريقه تحمير الناجتس بالشكل ده لو انت عاملاها طازه لازم الطريقه اللي انا شغال بيها تخلي بالك. ما ينفعش ان انا احط طاسه على النار واحمر واحده وانزل بالثانيه، هيبقوا كلهم مش شكل واحد. نعمل ايه؟ زي ما انا هشتغل دلوقتي كده. زي ما نيجي نحمر مثلا بلح الشام، شفت احطهم كده وارصهم فين؟ في قلب الشبكه. اهو تحمري جمبري، شفت، وفوق بعض عادي ولا تشغلي بالك. وفي الحقيقه يعني المفروض دول يروحوا الماركت، يروحوا التلاجه شويه، عمليه التجميد شويه نص ساعه. انا معايا، لا مفيش مشكله، انا عارف انا هتعامل ازاي مع الزيت وعارف اتعامل بشتغل ازاي. بس انت لو هتعمليها لازم تحطيها في الديب فريزر شويه، نص ساعه يا عم الشيف تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. انت هترص البتاعه كلها يا شيف؟ اهم حاجه عندك الزيت شديد الحراره ويكون الزيت سخن وما يحرجنيش. طريقه التحمير بالطريقه دي مهمه جدا. ايه يا شيف كل ده يا شيف؟ ده انت بتحملهم ايه؟ ده مركب دي ولا ايه؟ والله انا عديتهم دلوقتي طلعوا اكتر من 75 قطعه. انت كنت بتعد ورايا غلط يا شفيق على فكره. ده انا داخل في ال 80 ولسه فاضل الخمسه، بقوا 90 واحده، يعني 900,000 جنيه. نعم غالي، اكلهم مره واحده. خبره اهو. فرايدي تشيكن اهو اهو. حلو. على فين يا عم الشيف؟ اهو على فين؟ يلا جيب لي بقى الصوره الحلوه دي كده، جيب الشقاوه دي كده. اهو اللهم صل على النبي. اهو عينيا اهو. طريقه التحمير لازم تتم بشكل، ارفعها كده وتنزل كده بالراحه. سيبيها شويه، سيبيها هزه والتانيه هتلاقيهم كلهم مالوا البتاعه دلوقتي. يا دلعك يا دلعك. الله الله. الهزة دي ضروري، الهزة دي مطلوبة. في زيت شديد الحرارة، ما تقلبهاش بمعلقة ولا بشوكة خالص زي ما أنا قلبت دلوقتي كده، ده مطلوب خلي بالك. تعالوا نشوف اللي بعده. معانا بطاطا آن. مقادير البطاطا آن على الشاشة، يعني بطاطا بالفرن. الطلاينة والشوام يسموا البطاطا البطاطس بطاطا، هي بالانجلش بطاطا طبعا. فتعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. بطاطس متقشرة وجاهزة، ويفضل تكون البطاطس كلها قد بعضيها. معانا موزاريلا، كريمة لباني موجودة معانا، زبدة، حليب، ثوم، بقدونس، زعتر، مستردة، بصلة ناعمة، ملح وفلفل.
بطاطا آن من المطبخ الطلياني. الطبق ده أنا بعشقه، حاجة دي أخلى على سكة البشاميل كده، لطيفة وجميلة. شوف الحلاوة، بص على الحلاوة دي بقى، بص على الحلاوة. البيكنج باودر عامل عمايله هنا، بحمر فطاير أنا، بحمر بلح الشام. شوف الحلاوة، ناعمين. شوف الحلاوة بالله عليك، ما تفوتكش الحاجات الحلوة دي يا شفيق، ما تفوتكش أبدا يا ولازم الزيت يكون شديد الحرارة. الهزة دي والحركة دي هي اللي بتخليها تفك من بعضيها، صدمة الزيت وهو درجة حرارته عالية هو اللي بيخليها تفك من بعضيها. أوريها لك بقى في الزيت عاملة ازاي. شفت الحلاوة؟ بص بص، شوف الحلاوة دي. شوف الحلاوة دي. شوف الحلاوة دي. التفاصيل دي مطلوبة، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. شايفة ليه حطيت البيكنج باودر؟ جاوبت على السؤال عملي دلوقتي ولا ما جاوبتش؟ حد يقول لي جاوبت ولا ما جاوبتش؟ حد يقول لي جاوبت ولا ما جاوبتش؟ بالله عليك يا اخي، ولا شفت؟ شفت شفت. بص بص، ال 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 الحله دي، الحله دي فيها 90 قطعه، في 10 ب 900 ب 900 يعني. خايف انت بتشتريهم ب 900 جنيه وبنزين كمان 20 جنيه 30 جنيه، يعني دخلنا في 1100 عشان نشتري ناجتس بالكميه دي. ايوه خلي بالك. شفت؟ وتلاقيها طريه بقى وفيها طعم المستردة وطعم الزعتر والحب والشغف والدلع، كل ده زي الفل. شكرا، بس خلاص سيبها لما تبرد. حلو، تعالوا نغرفها مع بعض. والله الغرفه اوريها لك يا غالي، عينيا. اللهم صل على النبي. يلا انا ايد على ايدك، مشروع استثماري من الدرجه الاولى. تصدق ان ده صدر فرخه يا طيب؟ بالله عليك، تصدق ان ده صدر فرخه؟ عايزاه بطعم الحبان بقى حط حبان، عايزاه بطعم السمسم حط سمسم، عايزاه بطعم حبه البركه زي ما انت حابه. اهم حاجه عندي التكنيك اللي انا شغال بيه ده كده. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنقدم الطبق ده كده بس. الامانه ده عايز شويه توميه، يعني مايونيز بالثوم، عايز مستردة، عايز كاتشب، اللي انت حباه. بس لازم في صوصات بتتقدم مع الحاجات دي، خلي بالك. اللهم صل على النبي. مكانه فين ده هنا حبيبي؟ الف هنا وشفا للي ياكل. اللهم صل على النبي. طبق الصورة الحلوة بتتحدث عن نفسها. خش على البطاطس، مقادير البطاطس شفناها مع بعض على الشاشة، لطيفة بسيطة. حلو قوي. لو أنا هعمل البطاطس دي في البيت مش هعمل اللي هعمله ده. تاني، لو أنا هعمل البطاطس دي في البيت يا مغازي مش هعمل اللي هعمله ده، بس أنا على الشاشة دلوقتي وهعلمك على طريقة تقدري إنك أنت تنقذي نفسك بيها، ولو جوزك ولولادك شافوا الاكله دي وعايزينك تعمليها هتعمليها في وقت قليل جدا بشطاره الشيف المغازي. ازاي؟ انت معايا اهو. هنحط طاسه على النار، اللهم صل على النبي، او حله فيها ميه مغليه. حلو، عشان البطاطس دي تاخد شويه كده، ايه تقريبا نص سلقه. بس انا ما انصحكيش تعمليها في البيت، بس انا هعملها دلوقتي عشان في الاخر يطلع لنا الطبق شكله حلو. للامانه في حاجات انا بقول تعمليها وفي حاجات ما تعملهاش، في حاجات تعملها وقت اللزوم، وقت اللزوم. ادي الميه، حلو، دي مطلوبه على فكره، حاجه للاستعجال يعني. طب في منها مشاكل يا عم الشيف؟ لا. في منها اخطاء يا عم الشيف؟ لا. شويه حليب على المية، الله عليك، شوية ملح على المية، شوية فلفل اسود على المية، واسيبهم على النار كده. وناخد البطاطس الحلوة بتاعتنا دي كده بسكينة شقية كده. وطريقة التقطيع، طريقة التقطيع هنا مختلفة، طريقة التقطيع مختلفة.
الله. لازم تتقطع شرايح رفيعة. تاني. بطاطا قان تقطعها زي الشيبس كده بس تخينة شوية. نفس الطريقة. لازم تكون رقيقة جدا. ليه يا عم الشيف؟ عشان دي هتاخد سلقة دلوقتي في الحليب والمية اللي حطيتهم على النار، وبعد السلقة دي تطلع من تخش في الطاسة اللي هندخلها الفرن او البايركس اللي هيخش الفرن، وهو يفضل يكون طبق التقديم زي المكرونة بالبشاميل بالظبط. كمية بطاطس لطيفة زي دي كده، عشان الصينية دي على فكرة كل ما تبات في التلاجة وكل ما تقعد في التلاجة كل ما تحلو. انا شخصيا بحب الاكلة دي، بلاقي البطاطس مستوية مع حليب وكريمة لباني. زي الفل. كفاية؟ لا اخد دي كمان. اعلمك ازاي من البطاطس تعملي اصناف متعددة باشكال مختلفة باطعمة مختلفة، وتطلعي من جو المقلي ده في الزيت. الزيت غالي ولا يهمك خالص. هناخد البطاطس زي ما هي كده في قلب الميه دي كده. لو انت هتعملها في البيت كده ما تعملهاش، معكيش لا مخرج ولا معاكي وقت، الوقت وقتك كنت حره. طب اعمل ايه؟ هترصها زي ما هي في الحله في الطاسه، وتحط عليها الحليب والكريمه واللبن وتدخلها الفرن تاخد وقتها. البطاطس تستوي جوه الحليب ده موضوع تاني، الطعم ده لما تجربيه خلي بالك. ولكن انا بعمل ده استعجالي، بس بسيبهم في النار. تعال مع بعض نجهز الصينيه اللي هنحط فيها الحاجات دي. ده فلفل اسود. حاضر عيني. حاضر. بيسالني ايه الاسود اللي على وش الميه؟ فلفل اسود مع حليب وميه. تعالوا نجهز مع بعض الصينيه اللي هندخلها الفرن. الطبيعي بجيب صينية زي دي كده، اللهم صل على النبي، حلو. وبعمل ايه يا عم الشيف؟ بحط شوية من الجبنة الموزاريلا والكريمة اللباني الأكلة دي أنا بعشقها الأمانة والله. حليب طلعينا بقى، طلعينا بيحبوا الكريمات والحليب والجبن والحاجات دي كلها، خلي بالك. شوية بقدونس، بصلاية ناعمة مع الحليب كل ده اهو، فص توم محترم، زعتر محترم، معلقة مستردة لطيفة. الله على الأكلة دي يا عم الشيف. حلو الكلام؟ زي ما هي كده. ونقلب ده كده. إيه الأخبار هنا؟ دي طريقة استعجالي يعني. منقذة بس سليمة، حلوة زي الفل، ما فيش أي مشكلة. أنا البطاطس تاخد تسوية شوية. في الآخر بطلعها من الحلة، برصها في الإيه؟ في البايركس ده. بس لو أنت هتعملها في البيت ومش معاك مخرج ولا معاك طايم ولا أنت مرتبطة بأي وقت خالص، رص البطاطس مباشرة مع الخليط اللي أنا عامله ده كده، وخليها تاخد راحتها في الفرن على نار هادية، تقعد لها ساعة زمن مفيش أي مشكلة، هتعشقي الأكلة دي. نقول المكون ده إيه تاني؟ حليب، جبنة موزاريلا، مستردة، ملح، فلفل، زعتر، ثوم، بصل. التقليبة دي مطلوبة. عرفنا الفكرة؟ زي الفل. معانا زبدة. وترص البطاطس بقى الرصة بتاعتك. ناخد البطاطس دي اعتبرها خلاص خلاص. هو ده. اللهم صل على النبي.
هو ده الكلام زي ما هي كده. بص على الحلاوه، بص على الشقاوه، اهو 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 هو ده اهو. حلو قوي، نقلبها. يا ويلي يا ويلي على الاكله دي يا شيف. دي مكرونه بشاميل احلى من مكرونه بشاميل. لا لا لا، مش بحبهاش مع لحمه مفرومه خالص يا محترم، ابدا انصحكش. هي زي ما هي كده. اعشق البطاطس دايبه في الحليب والكريمه اللباني مع الموزاريلا، هتاكل صوابعك وراها زي ما هي كده اهي. درجه حراره الفرن عندي 180، هتلاقي البطاطس دي دابت بقى وبقت كلها جسم واحد في قلب الصينيه، وحاجه كده لطيفه وجميله. اه كعب زبده تاني. درجه حراره الفرن عندنا اخبار ايه؟ زي الفل. افتح يا سمسم. اللي هيقول لي دلوقتي من الساده المشاهدين او من فريق العمل اللي موجود معايا ان صينيه البطاطس دي تتحط فين في الفرن، بجد يبقى راجل ذواق وبيفهم في المطبخ. اه الامانه يعني، عشان ده مكانها في الفرن يتوقف على طعمها وشكلها. اه 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 قول لي، يهمني اعرف الناس اللي بتشتغل معايا بجد والله. اه البطاطس دي تقريبا نقول نص سوا تقريبا، يعني اعتبرها نص سوا، عشان دي عايزالها ساعة زمن في الفرن للأمانة، يعني فوق وقت الحلقة عشان تاكل بطاطا الآن بالطعم اللي انت عايزاه. عايزة ساعة في الفرن للأمانة. أيوة أنا بغشش أهو. أعمل إيه طيب؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أهو زي الفل، اللهم صل على النبي. يلا بص عليها كده النظرة. حلو، مكونات كتير قوي، فيها معدن، فيها معادن، فيها بروتين حيواني، فيها نشويات، فيها كربوهيدرات، فيها فليفر، فيها طعم، فيها خبره طهويه، واكله من المطبخ الطلياني بالمسمى بتاعها معروف بطاطا ان. عملنا الناجتس وعملنا بطاطا ان في الفرن، الاثنين بيليقوا على بعض على فكره، لا وجود للرز والمكرونه بينا. ولكن عايز اعمل النهارده طبق سلطه مكرونه لطيف وجميل بالزيتون الاخضر. هناخد بعدها نطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. وسلق المكرونه مدرسه بجد يا شيف، ده بقول لك اللي ما يعرفش حاجه بيسلق. اه والله مدرسه. طريقه سلق المكرونه من البدايه، من بدايه تسخين الميه حتى الغليان، وضع زيت زيتون ملح عليها، دي مدرسه. ازاي يا عم الشيف؟ اه تعملي مكرونه سلطه، لها طريقه سلق معينه. تعملي مكرونه بشاميل، لها طريقه سلق معينه. تعملي مكرونه نجريسكو، لها طريقه سلق معينه. بتعملي مكرونه هتدخليها في بعض الاطباق، ليها طريقه سلق معينه، وهكذا. حلو قوي. انا عايز المكرونه اللي معايا دي كده اعملها سلطه. طبيعي لما هعملها سلطه عايزها تاخد في ليفر وطعم في العجينه نفسها، لان احنا كلنا عارفين المكرونه تصنيع مش زراعه. الرز زراعه، البرغل زراعه، الفريك زراعه، اما المكرونه تصنيع. مكرونه مقاديرها على الشاشه، مكرونه بقدونس، زيتون اخضر، ثوم، عصير ليمون، وكمان شوية زيت زيتون في المكونات. ولكن حديثنا عن ازاي ان احنا نخليها تاخد طعم. وانت بتعملي المكرونة السلطة المفروض تحطي شوية بهارات مع المية بتاعت سلق المكرونة، من الملح، فلفل، بابريكا، فص توم ني، تقوم المكرونة تاخد نفس الطعم والفليفر بتاع السلطة. دي المعلومة اللي انا عايز اوصلها لحضراتكم. عندنا طاسة على النار، بنحط فيها قليل من زيت الزيتون. نعم، ما انا طلعتها فوق. وياني بيقول لي البطاطس اخبارها ايه؟ انت عينك على البطاطس دي، انا عارف هي خدت وقتها تحت وطلعتها فوق تاخد شكل تاخد لون. ايه يا فندم، ايه فكرتيني بيها.
ابن حلال. تاخد لون زي البشاميل كده وزي الجراتات. زي الفل بقى دايبه دوب. قافل قافل يا زيزو. تعالوا معانا الطاسه اهي زي الفل. حلو الكلام. حطينا زيت، حطينا توم، حطينا زعتر، ما استناش عليه لما يحمر. انت مش بتعملي فته، فته لما تستنى لها لما تحمر، بتعملي سلطه. ده بقدونس. الله الله على طبق السلطه ده، هتاكلي صوابعك وراه. توم وزعتر وبقدونس، والسلطه دي راح في مكان تاني خالص. زي ما هي كده. حلو. التقليبه دي اخدتهم هنا حطهم هنا. الله. اظن كده احنا عرفنا الجواب، بان من عنوانه. طبق السلطه بقى فيه الغالب الزيتون والبقدونس والثوم والزعتر، مش عايزينهم خلاص. سنه شباب صغيره، بصلايه ناعمه، عصير ليمون، دي التتبيله. حلو. المكرونه بتتعمل سلطه طبعا. ده بص، ما تعملها سلطه ممكن تقعد عندك يوم واثنين وثلاثه تاكل منها، تبقى طعمها زي الفل. الزيتون ده بالسكينه كده. انا دايما بحب اطباق، في اطباق المكرونه الزيتون، زيتون اخضر، زيتون اسود مش فارق، بس الزيتون الاخضر افضل حاجه لاطباق المكرونه. اطباق البيتزا الزيتون الاسود، المعجنات يعني. حلوه المعلومه دي. يفضل استخدام الزيتون الاخضر لاطباق المكرونه في حاله الطهي او في حاله السلطه، ويفضل استخدام الزيتون الاسود شرايح في البيتزا. ليه؟ ده طعم وده طعم، غير ان ده طعم وده طعم، عشان ما نبقاش بنفتي. البيتزا المتعارف عليها الزيتون الاسود يبقى على الوش. فكري كده تعملي مره بيتزا بزيتون اخضر، ولادك هيسالوك ايه دي يا ماما. ولكن لما تعملي لهم بيتزا بالطبيعي والشكل المتعارف عليه، هم يعرفوها من نفسهم ان دي سلطه، ان دي بيتزا. لان في حاجات من شكلها المتعارف بتتعرف، وفي حاجات بيبقى محتاجين ان احنا نفك الالغاز واحنا بنعملها. نعم حاضر. والله انت ابن اغرفه انا احسن يعني. ماشي، برضه رؤيه مخرج يعني، رؤيه مخرج قال لي ايه رايك تقرفها في البايركس الازاز احسن. وادي المكرونه. حلو زي الفل. نقلبها. الله، تاكل صوابعك. يفضل استخدام المكرونه الصغيره كمان في السلطه، بلاش المكرونه الكبيره. انا مش بحب الطماطم جوه سلطه المكرونه، بحب الاعشاب، زعتر، روزماري، بقدونس، ريحان اخضر. ممكن تريحي راسك من كل ده وده، تعملي البيستو صوص اللي هو الريحان واللوز وزيت الزيتون في الكبه، يبقى عندك معجون لونه اخضر كده، ده اسمه البيستو صوص. طلعينا بيفطروا بيه ويتغدوا بيه ويتعشوا بيه، وتخليه برطمان عندك. عايزه تعملي السلطه دي من غير رغي الشيف ولا معلومه الشيف ولا اتفرج على الشيف، هطلعي البرطمان ده وعليه شويه مكرونه، بقيت عملت سلطه لطيفه. مش احنا بنتكلم الصراحه؟ والصراحه راحه اهي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ لا هتحمري بقدونس بقى ولا حاجه. زي الفل. واسمها سلطه المكرونه بالبيستو صوص. حلو قوي. خلصنا؟ خلصت زي الفل. هطلع لك البطاطس دلوقتي واقول لك السلام عليكم. بس انا احب كده ازين المكرونه بحاجه حلوه. طبع الشرقي فينا برضو، نعمل سلطة مكرونة، نعمل تبولة، نعمل شفت البصل ده على وش السلطة حكاية. ألف هنا وشفا. طلع المكرونة من الفرن. حاضر يا باشا، شيل كل ده كده بقى ونروق الدنيا ونقول احنا عملنا ايه النهاردة ببساطة جديدة. مطبخنا بساطة، سهولة، مرونة،
قدرنا ان احنا نخترق بعض المطابخ، ولكن للامانه هي خبره طهويه مش اختراق ولا حاجه. ولكن احنا دايما نقول لك الاكله دي ايه، فانا بقول عشان نبقى حضراتكم عارفين الاكله دي الناجتس دي حاجات فاست فود بتتباع في بعض السوبر ماركات كلنا عارفين، بتتجاب ولادنا بيحبوها، انت تعملها في البيت تبقى لطيفه وجميله. انا عملت كميه كبيره للامانه، وتكلفتها الفعليه تكاليف بسيطه وسهله، ولكن تعملها لاولادك، ولادك هيهتموا بيها وبيحبوها، وانا شخصيا بحبها. بضعف شكلها زي ما هو، ما اتغيرش من ساعه ما اتحمرت. ده الكلام ده الاستاذ رحاب بتفكر فيه حلو برضو. في حاجه جت لنا بالكنترول دلوقتي، في حاجات يا اخوانا بتحصل كواليس. ها تقول لي، بيقولوا لي شويه المكرونه الباقيين اللي عندك دول، سابت كل حاجه على الكاونتر وسابت الابداع وتفكر في شويه المكرونه. ام مدبره، المكرونه اللي باقيه دي نقدر نعملها مكرونه بالبولونيز باللحمه المفرومه، مش لازم سلطه بقى، ممكن نعملها مكرونه بالفراخ، ممكن نعملها بصوص طماطم والريحان، ممكن نعملها بصلصه البيستو بالطماطم. شوفي بقى الحته اللي جايه دي بقى حته قويه جدا، نقدر ندخلها في طبق كفته، نجيب لحمه مفرومه تاني بقى. عشان دي اللحظه دي جات لي دلوقتي، ما اعرفش جات منين بصراحه، يعني هو كحاجه حاجه بتنزل لي، لحمه مفرومه نيه تنزل على المكرونه دي، وبيض ومعلقتين بقسماط، ونضرب الخليط ده في قلب الكبه، هيطلع لك خليط كده شكله لطيف، شكل المكرونه غالب على اللحمه. تقرصيها راس طويله رفيعه، راس كفته برجر، وتشويها في الفرن، تاكلي صوابعك وراها، اللي هي كفته المكرونه باللحمه او كفته اللحمه بالمكرونه. ودي فكره لطيفه وجميله على فكره، تقدري تعمليها، واحنا لما معانا نطيب بكره ان شاء الله نعمل لكم ازاي كفته اللحمه بالمكرونه. دي الفكره جت دلوقتي ازاي مش عارف. نطلع البطاطا ان، ايه رايك؟ والله انت ابن حلال. لا لا لا، جيت في وقتك يا حبيبي. صلى على الحبيب بقى عشان تشوف الابداع. طبعا اللي هيجي متاخر، احنا البرنامج بتاعنا كل يوم الساعه 1، مظبوط يا شباب؟ ولكن اللي جاي متاخر هيقولك دي ايه، مكرونه بالبشاميل. اللي في الاستوديو بس اللي معانا هم عارفين دي ايه، لان هم متابعين التفاصيل من البدايه. دي مش مكرونه بالبشاميل ولا هي مكرونه بالفراخ، دي بطاطا ان، بطاطا شرايح متقطعه زي الشيبس، خدت الحليب، خدت الكريمه اللباني، خدت الجبنه الموزاريلا، خدت الفليفر من المستردة والملح والليمون، كل دول مع بعضيهم وفي الاخر دخلوا الفرن. بألف انا وشفا لما تبرد هتعجبك قوي على فكره، او تاكلها سخنه مع لحوم مشويه، فراخ مشويه، زي ما انت حابه. مطبخنا رؤيه، فن، ابداع، تكاليف قليله جدا وبسيطه، ولكن نخترق مطابخ العالم بخبرتنا الطهويه ونقدمها لحضراتكم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.